مساء الخير مجددا. إذا نفتح الملف السياسي الخاص بهذا العدد من ناس ناس مليوز، نتحدث عن المبادرة، مبادرة رئيس الجمهورية لحكومة الوحدة الوطنية، وخاصة نتساءل هل يجد اليوم رئيس الجمهورية نفسه في مأزق؟ هل فعلا نحن في أزمة سياسية؟ هذا التقرير سيلخص لنا الوضع، ثم نعود للتحليل. ما زالت مبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنوب حكومة الصيد محل جدل. اليوم يصرح خالد شوكيت تصريح يصر فيه على عدم استقالة الحكومة الحالية إلا عبر مرورها على البرلمان. قاعة تأكيد على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي مواصلة التفاعل الإيجابي مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية، والنقطة الثانية هو أن الحكومة متشبثة بمواصلة عملها والاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية حفاظا على مصالح بلادنا العليا. تصريح أثار ردود أفعال من هنا وهناك. فما زوز نقاط ناس نستغربوهم شوية. إصرار البعض من الأطراف خاصة من مكونات الائتلاف الحاكم على استقالة الحبيب الصيد بهذه السرعة. نحن مع بقاء حكومة الحبيب الصيد إلى أن يقع التوافق، لأنه إذا كانت تستقيل حكومة سي الحبيب الصيد قبل أن يقع التوافق الواسع حول هذه المبادرة التي أطلقتها رئيس الجمهورية، قد تكون يعني البلاد تترك للمجهول وتترك للفراغ. نحن كجبهة شعبية ما عبرنا على احترازنا أنه العركة الكل في أذهان الناس هي على المواقع، وعلى نبقى ولا ما نبقاش، وعلى الطرف السياسي يبقى ولا ما يبقاش، وهذه مش هذه العركة المحتاجة لتونس. تونس محتاجة إلى نقاش وحوار حقيقي على برامج وعلى استحقاقات الإنقاذ. نراه منطقي لأنه احنا حاليا ما عندناش تركيبة بديلة للحكومة الهذية. ملامح حكومة الوحدة الوطنية ما ظهرتش معنا عليها حتى مؤشر، ما يلزمش البلاد والمستثمرين والتجار وكل المكونات البلاد تشعر اللي ثم فراغ في البلاد. حسب الدستور حكومة الحبيب الصيد عندها ثلاث صياغ للمغادرة، يا إما استقالة رئيسها أو سحب الثقة منه في البرلمان أو عبر رئيس الجمهورية. يقتضي الأمر استقالة رئيس الحكومة واستقالته استقالة الحكومة بكاملها، أو سحب الثقة من الحكومة، ولكن في سحب الثقة مشروط أنه يتم في نفس التصويت الاتفاق على مرشح الجديد لتشكيل الحكومة. بالنسبة للاستقالة هي قرار ذاتي يتخذه رئيس الحكومة ويسري على الحكومة بكاملها، ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يحل الحكومة. الوضعية الأخرى اللي هي التصويت على مواصلة الثقة، هذه يمكن أن يطلبها رئيس الحكومة أو يطلبها رئيس الجمهورية. هذا وتزامن النقاش القائم حول الاستقالة من عدمها مع تواصل المشاورات في القصر الرئاسي وحصول توافق حول الأزمة اللي تمر بها البلاد، في انتظار التوافق حول البرنامج والهيكلة. فما مدى تأثير هالتصريحات والتجاذبات على الحكومة الحالية وعلى سير نقاشات المبادرة؟ إذا تفاعلات كبيرة. سي صادق مرحبا بك مجددا، الخبير في القانون الدستوري. نطرح السؤال قبل أن نمشي للتفاصيل الدستورية البسيطة وإمكانيات يعني الدستورية لحل الحكومة ربما لإطاحة بها، هل يمكن اليوم استعمال لفظ أزمة سياسية في بلادنا؟ هل نحن فعلا في أزمة وسط هالتيارين؟ أنا قلت من جهة فما اجتماعات توسع مع المنظمات الوطنية في قرطاج، ومن جهة تمسك للحكومة بناطقها الرسمي برئيسها بتواصل عملها. أزمة، ما معنى أزمة؟ الأزمة هو غير العمل المنتظم الذي جاء به الدستور والعادات والتقاليد والأحكام التشريعية وما إلى ذلك. من ناحية هذه لا شك أن من ناحية المؤسساتية والدستورية نحن في أزمة بالأساس بصفة عامة، ولكن زادت عليها أكثر هذه الأزمة أنها تخطرا بمدى تقدم رئيس الجمهورية لهذه المبادرة، على خاطر اطرح أسئلة كثيرة ربما لم تكن في الحسبان. فأحنا اليوم ولينا في أزمة معنا متعددة الأوجه، ونقول صعيب في الوقت الحاضر أن مش نلقاه مسلك منافع. فهذه الأزمة هي أزمة أولا مؤسساتية. وقت اللي رئيس الجمهورية يقول أنا نطلب من تغيير الحكومة وما إلى ذلك، ويقول من منعش أن رئيس الحكومة الحالي يبقى ولا يجي واحد آخر، رياليتي
سيت اون انفيتاسيون. وقت اللي السيد رئيس الحكومه اللي هو معناها كمان عنده عمل كما تقول ثقه متبادله ما بينه وبين رئيس الجمهوريه، وقت اللي يشوف بان الوضعيه نتاعو في قصر قرطاج ماهيش واضحه بالكل، ربما كان من المفروض او انه ما يضربش على الطاوله ويقول انا جي سوي جي ريست. من ناحيه الاحزاب كل واحد ماشي في اتجاه، بحيث لي انستيتيوشن نو فونكسيون با بيان، ومع كل اسف هذه معها ازمه دستوريه قانونيه بحته. أتنجيو هالأزمة هذه. سيد مرحبا بك يا داميني، نائب القيادي بالحزب الجمهوري. هناك من يرى هذا الجزء من الكأس، الأزمة السياسية، ربما الأزمة بين مؤسسة رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية، لكن فما شكون يرى أنه هالمبادرة فعلا حركت الساحة السياسية، كان عندها رد فعل إيجابي، خرجت أفكار، قربت ناس لبعضها. اليوم فما مشاورات قاعدة تصير، فما أفكار تطرح، قد تصير، قد نصل إلى حكومة وحدة وطنية وقد لا نصل، لكن فما أثر إيجابي، حرك المياه الراكدة. كانت عندنا سياسة كني راكدة لمعارضة لحكم، يعني فما زاد من يرى هذا الجزء من الكأس. هو أنا أتفق مع السي صادق أنه فما أزمة، ما نجموش نقولوا أنه ما فماش أزمة، والأزمة السياسية سابقة لمبادرة سيد رئيس الجمهورية. الأزمة وين جي؟ أنا ما نتصورش الأزمة هي في علاقة بقصر كرتاج، هي الأزمة حين الحزب الفائز في الانتخابات واللي هو عين رئيس الحكومة يجي يقول اليوم أنا نطالب رئيس الحكومة بالاستقالة. هنا وين فما أزمة. الأزمة الحقيقية هي أنه الحزب اللي اقترح رئيس الحكومة بعد الانتخابات اليوم يطالب باستقالته. وقتها هنا تولي أزمة، خاصة أنه ماهوش فماش تفاعل إيجابي مع هذا طلب بالاستقالة. ويمكن مبادرة السيد رئيس الجمهورية جاءت في إطار أنه في إطار الوضع هذا، أنه اليوم السؤال اللي يطرحه لي هو سؤال دستوري، معناتها حتى كيف كان زميلي حبيب خضر قال انه صيغه من الصيغ هي انه رئيس الجمهوريه يطلب من المجلس التصويت على مواصله الثقه في الحكومه. هو يطرح في كل الديمقراطيات الموضوع هذا، خاطر انت كي تعطي ثقه الحكومه، برلمان يعطي ثقه الحكومه، في لحظه من اللحظات يجي سؤال هل انه هذه الحكومه ما زالت لتحظى بثقه البرلمان ام لا؟ وهذا هو التقدير اللي فيه اختلاف اليوم، واللي رأي من نجم يحسمه كان البرلمان في آخر المطاف هو اللي منح الثقة لحكومة حبيب السيد، هو غدوة يا إما يسحب منها الثقة يا إما يجدد الثقة يا إما يواصل الثقة. هذوما ثلاثة الاختيارات اللي مطروحة. خليفة أترك لك التعليق طبعا على هذه النقطة هذه، ولكن أيضا سأوسع أكثر للحوار. اليوم مثال في قصر قرطاج تم توسيع دائرة الحوار، انضمام اتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري لوتاف، انضمام أحزاب، اليوم حركة شعب كانت ممثلة في قرطاج، حزب المبادرة، يعني أحزاب جديدة تدخل ضمن المشاورات، ويبدو أن المشاورات يعني أخذت طريقة دون الاهتمام بالمخارج الدستورية. يعني اليوم وحتى بدأت ما سمي باتفاق قرطاج تخرج بعض التفاصيل وبعض التسريبات. لا، المخارج القانونية والدستورية توا العميد السيد العميد معنا هو أكيد. معناها مالك في المدينة، ولكن أنا أعتقد دوما رجل السياسي يوظف النص القانوني ويطوعه لخدمة أغراضه السياسية، وبالتالي رجل السياسة الآن وصاحب السيادة في القصر وفي القصبة وفي في باردو ذوما ما يعتنيش بالمسائل والمخارج الدستورية بعد توجيه المخارج الدستورية. توا ثم أزمة الأصل فيها أزمة اقتصادية واجتماعية في البلاد، خلنا نتفق وضعية الدينار، وضعية الاقتصاد، وضعية المقدرة الشرائية، الإضرابات، الاحتجاجات، الاعتصامات، الفوسفات، البترول، الدنيا معطلة، شكون ينكر هذا؟ يعني ثم مشكل. الرئيس انطلق من هالوضعية ذي، يعني هناك اعتراف من قبل الفاعل الرئيسي في المشهد، الرئيس، كونه ثم أزمة. الأزمة كانت تكلم عليها المعارضة والمتابعين للشأن العام الكل يقولوا ثم أزمة، ثم أداء عند الحكومة ما أداش إلى الغرض اللي نحبوه نحن، هو النهوض الاقتصادي والاجتماعي. وقعت هذه الأزمة، تقدم الرئيس بمقترح مبادرة وحدة وطنية، وقتها تزيد تتعمق الأزمة لأنه ما ثماش خارج طريق واضحة، مش ندخلوا من جديد في التجاذبات السياسية، مش تبدأ الحسابات، كل واحد عنده حسابات وغيره في ظل أوضاع حزبية الحقيقة هشة، عداء نسبيا أقول
حركة النهضة نسبيا زادة ما هيش حاجة، ولكن أفضل في مستوى الشوط أنها متماسكة شوية، والمعارضة لأنها خارج أولا من تحمل مسؤولية الحكم وعندها شوية وضوح في الرأي لأنها هي معارضة في النهاية تقول لك أنا ضد الكل. الحزب الأول في البلاد لحد الآن ما عندهش زادة رؤية واضحة، لذلك الوضعية كلها وضعية أزمة انعكست على مناخ الاستثمار وثقة الشركاء بتاع الدولة التونسية اللي قاعدين يغزروا ما ثماش حل. واضح ما فهمش حل. نمشي سي صادق سيد العميد للحلول. اليوم رئيس الحكومة كان صرح وفما من احترم هذا التصريح، يعني يواصل قيادة الحكومة، وفي المقابل يعني الحزب الحاكم مثل حد الأطراف الرباعي الحاكم النداء والاتحاد الوطني الحر كانوا يعني طلبوا منه الاستقالة رسميا، هو يرفض الاستقالة. خلينا نمشي دستوريا، كيف يمكن تفعيل هذه المبادرة، مبادرة الحكومة الوطنية من طرف رئيس الجمهورية ومن طرف مجلس النواب، خاصة أنه هذا ما طلب به رئيس الحكومة؟ شوف، من ناحية الدستورية البحتة الحل والربط في تغيير الحكومة يرجع إلى مجلس النواب. الفصل 95 من الدستور يقول بكل إيجاز الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب، ستوب، مش حاجة أخرى، لا رئيس جمهورية ولا أحزاب ولا. لكن في الحقيقة هنا ماذا بي نعلق على ما قاله السي عياد عندما قال الرئيس الحكومة هذا هو قدمه الحزب الفائز في الانتخابات. هذا يا ربما شكليا صحيح، لكن في الواقع غلط، وهذا الغلط مش يجرنا إلى الأزمة اللي احنا فيها توا، وانا نخاف أنه مش يزيد يجرنا إلى أزمة ربما معناها أخطر. كيفاش؟ في الحقيقة الحكومة هذه لم يقع تقديمها معناها من طرف الحزب النداء بكامل أصواته وبصدق وحقيقة، وقع اتفاق خارج المؤسسات بين الأطراف السياسية أو من يقودها اللي هم اثنين، حيث سي صيد ما هوش مرشح متاع النداء، ونعرف بأن النداء وقت اللي قدم الاسم هذا يقدمه عن مضض تايتي فورسين ملاوين. مين جاب المشروعية متاع وانتر دي امي؟ جات من أن فما توافق عليه ولا وقع توافق. ومع كل أسف هذا هو بيت القصيد عندي. بيت القصيد هو أن ما هيش الإكواسيون جلوبال دو لا سيتواسيون اللي حكمت بأن الأفضل لرئاسة الحكومة هو فلان ولا في بقد ولا فلان آخر، لا، وقعت اتفاقات بين وترك جانبا النظر والمناقشة والتوافق وما إلى ذلك في معطيات الأواء ومتطلباتها. هذا صار من البداية وقعدنا إلى حد اليوم هذه الحكومة تحكم ولكن من غير مشروعية صحيحة. مرة واحد يجبد بها منا، مرة الآخر يقول لا أنا، مرة يقول هك، معناها بحيث الحالة الحاضرة متاع البلاد اللي هي أزمة متعددة الأوجه كما قال سي خليفة كما قال سياد، هذه الحالة لا تقبل بأن يكون مسار السلطة يكون مرتبط إلى هذا الحد. بيخلينا اليوم في الحلول سيد العميد. بنسأل السيد العميد، طيب اليوم مولين نحكيه أنه حكومة تسقط إلا بموافقة البرلمان دستوريين، هكا ولا؟ اثنين، حكومة ما تنالش الثقة قد ينتهي بنا الأمر ربما إلى حل البرلمان، ثم فرضية، هذا الرأي العام مش حاب يعرف، أو في صورة ما وصلنا إلى فشل قد يعود بضرر نفسه على منصب رئيس الجمهورية، شنو الحالات الرأي العام اللي حاب يعرفها متوا؟ أنا هذا النطاق. شوف فعلا نتكلم تحت رقابة سي عيال لأنه هو سي عيال معناها هو المحرر بحسنه النائب الدستوري وبسوءه. شوف ثم خمسة حالات تقريبا نحيو الأولى ما عندناش فيها كلام، هي حالة الشهور
شغور هو كما صار وقت الهادي بن نويرة الله يرحمه، مرض تترى شغور من نوع هذا بحول الله هذه مستبعدة. يبقى أربع إمكانيات، كبير إمكانيات، يا إما رئيس الحكومة هو نفسه يستقيل مرتاح. أنا هو ماشي يراجع نفسه، ماشي يقيم الوضعية، اش عمل اش ما عملش، اش نية المناخ ما زال مناسب ولا لا، هذا ضميره هو اللي ماشي يقول له استقيل ولا لا. وكونترير أهم حاجة عنده أغلبية في المجلس ولا ما عندوش بيسير واضح. مع كل أسف هذه الظروف لم يتكلم عنها الدستور، حاجة غريبة ياسر، الدستور لم يتكلم عن رئيس الحكومة الذي يستقيل، لا يتكلم على ما يصير من بعد استقالة رئيس الحكومة. هذا يصير الارتيكل 98، تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة الحكومة حيث وقت ايش بدناها ايش صار نورمال ما وقت اللي تجي حكومة مش تستقيل، ثم دولاب مسائلة ثم أو بروتوكول ثم معناها بروسيدور. كنت اسمح سيد العميد نمشيو للحالات الأخرى خلينا نربحوا الوقت. هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية قلنا شهور، الحالة الثانية هي الاستقالة. هو أن في هذه الحالة مش نحيوها على خاطر واحد من الأطراف في الوقت الحاضر ما يحبش يسمع على هالكلام هذا، قالت أنا جي سوي جي رست، واضح، بحيث هذا يفيد ديجا بناء إشكالي. إيش يبقى؟ يبقى إما أن مجلس النواب هو بصورة أو بأخرى يتيح بالحكومة من يقيم، وإلا رئيس الجمهورية يطلب من المجلس النواب بأن يقيل. وإذا كان لم يقيل المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية ونمشي لا نعاودوا مرة أخرى وكيما تمشى ثاني رئيس الجمهورية وقت هو يستقيل رئيس الجمهورية كيما عملة هذا هو المكتوب في الارتيكل 3. يعني لو رفض طلب رئيس الجمهورية من المجلس اسمع مرتين يستقيل رئيس الجمهورية ما خفص رمال عنده الحق مرتين يطلب مرتين. اذا ما طلبش بعد ما عادش عنده الحق يطلب مره ثالثه، ولكن يقعد يمارس صلاحيته وما عادش يدخل في عمل الحكومه. ما يستقيلش يقول لو فرضيه حل المجلس ثم فرضيه حل المجلس اللي هي اللي هي, اللي هي بعد اربع اشهر اذا استقالت الحكومه وكلف هاوش يقول النص، يقول في حاله تجديد المجلس الثقه في الحكومه في المرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا في المرتين الفرضية فراغ الحكم موجودة في حتى رئيس الجمهورية، ونفس الشيء فيما يخص البرلمان. إذا كان البرلمان ما معناها ما أربع أشهر هو نفسه باش يحل، بحيث هذه الأزمة احنا نقول هو هذه الأزمة. شفت الأزمة الدستورية على خاطر نهار من النهارات باش نلقاو روحنا بلا حكومه تقريبا. الجماعه الكل فاهمين اللعبه هذيك، علاش كل واحد شد الور؟ في رايي يعني كان ننظروا للاربع حالات هذوما، ثم انا كما تقول القاسم مشترك ما بيناتهم. شنو هو القاسم المشترك؟ القاسم المشترك ان في كل الاربع حالات هذه لا يحل المشكل إلا خارج المؤسسات الدستورية. لازم توافق بوليتيك. يعني ايه؟ يعني مش هكا قال في الأطراف الأحزاب، وهو رياليتي عندما ننظر بالمجهر ما همش الأحزاب الكل عادوا بنفس الوزن برا. نزيد نقدم شوية حتى نطلعوا على تيت دو لا بيراميد، يعني الحل والربط موجود بين يدي الشيخين. يزيد من الكلام ازاي؟ وهذا الجماعه هذو ماشي استعداوا، وهذا هو الخطر الاكبر، وهذا هو الخطر الاكبر. هكي عميد هذا هو الخطر الاكبر. هاو باش قلت علاش اللي كان تسمع نخدم بها. تفضل. الخطر الاكبر هو ان صار ان تكوين الحكومه صار باتفاق بين شخصين، وقع في اوت 2013 في نزل فاخر في باريس، ولم يقع استشارة أحد. وأشنو صار؟ صار أن الحكومة اليوم بصفة شكلية وإلا بصفة رسمية تمشي بالمقادم تاع الشيخين. شكرا لك سيد العميد. بعد الفاصل نسأل تعليقك يا الدهماني، وخاصة نتحدث أكثر الحزب الجمهوري موقفه هي مقاطعة نهائية لمشاورات الحكومة الوحدة الوطنية. ابقوا معنا، نعود بعد لحظات.